مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الجديدة عبر برنامج في الموعد، والذي يأتيكم عبر قناة الشروق على الهواء مباشرة، ونتناقش من خلاله في عدد من الموضوعات مع ضيوفنا الذين يلبون الدعوة كلما وجهناها إليهم. ضيف اليوم هو محامي وناشط في عديد من القضايا، وكذلك عضو الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وكذلك هو ضيف صاحب علاقات مع عدد كبير جدا من المبدعين والشعراء، ومقدم برامج أيضا في بعض الإذاعات المختلفة. هي ضيفتنا في هذا اليوم الأستاذة انتصار عبد الماجد المحامي. انتصار أهلا بك. أهلا بك أستاذ شيبة، وأهلا بكل مشاهدي قناة الشروق على امتداد بثها. أهلا وسهلا. وانتصار، أنا في البداية بشكرك على تلبية الدعوة لأنك تكوني حاضرة معنا الليلة. إحنا في الموعد زي ما قلت. وتكوني كمان في الموعد، وقبل الموعد بتجي وحاضرة كمان، وحريصة أنك تساهمي معنا يعني في عدد كبير جدا من البرامج، وده على المستوى الشخصي يعني. أنا اليوم قصدت بأنه نكون سوا عشان نتكلم في بعض الحاجات اللي لها علاقة بتثقيف الناس في المعاملات الخاصة بالحيازات والأراضي. فنحن موضوعنا الليلة ده نتكلم عن الحيازة، حاجة تفيد الناس ياخذوا معلومات عنها، لأنه بعض الناس بيقولوا في مشاكل كثيرة جدا بتواجههم في تملك الأراضي، في عمليات نصب أو احتيال يمكن تحصل لهم. خلينا في البداية نقول للناس شنو هي الحيازة. طيب، هي الحيازة هي عرف القانون السوداني، هي سبب من أسباب كسب الملكية. عرف القانون السوداني قانون المعاملات المدنية لسنة 83. وطبعا هي إذا قلنا في اللغة هي الضم والسيطرة، حاز على الشيء، حاز على الشيء هو ضمه أو سيطر عليه. طيب، دي يعني ببساطة شديدة الحياة طبعا موجودة في السودان من زمان يعني. ايوه، هي من بدري الحيازات موجوده، وزي ما قلنا القوانين هي اقرتها يعني وحمتها، زي الحواكير والحياه دي يعني، يقول لك الحته دي حكوره فلان كذا. لا، الحكر بيختلف يعني من الحيازه. لكن الحيازه هي، نحن لو قلنا انه شخص حاز ارض، هي الارض دي اصلا هي ملك للدوله. كل الاراضي الموجوده في السودان هي ملك للدوله. طيب، فريق شلون الحكر؟ الحكر ديك بتكون أراضي مسجلة، وفي العقود بيحددوا مدة بتاعت فترة زمنية مثلا 20 سنة 40 سنة. لما تنتهي الفترة دي انت بتجدد الفترة برسوم جديدة، فهي الحكر. لكن الحيازة مثلا مواطنين أو ناس لقوا أرض قعدوا فيها، هي ممكن تكون يعني بطريقة عشوائية، بعد ذلك لما هم يقعدوا الدولة بتغني المسألة دي عشان ترفعها، عشان تكون هي تحميها يعني بشكل قانوني وتنظمها يعني. وتنظمها. طيب، أشكال الحيازة الموجودة شنو؟ هل الحيازة بس مقصورة على الأراضي السكنية زول جاوع قاعد؟ هي طبعا ممكن الحيازة ممكن تكون سكنية، ممكن تكون في أراضي زراعية، ممكن تكون أراضي يعني للرعاء للرعي وللاستحطاب. دي كلها بتكون الحيازات، يعني ناس يحوزوا منطقة عشان يعملوا فيها رعي، وناس يعملوا فيها زراعة، وناس يسكنوا فيها، فهي يعني متعددة. طيب، ليه بيكون في مشاكل يعني دائما في الحيازات والناس بتخاف من الحيازة؟ الحيازة طبعا المشاكل اللي بتكون فيها لأنه الناس ما بتعملها بالطريقة الإجراء الصحيح. يعني أي زول طبعا نفسه في الدنيا يتملك أرض. فالأرض المقننة ممكن تكون عالية الثمن، وهم عنده لها إمكانية وكده، فبيلجأ لأنه يا هو يقعد الطريقة العشوائية دي، يقعد يبني فبيجي يقعد له في حتة، أو يمشي يشتري له أرض، أو يعرف إنه في منطقة محددة فيها أراضي رخيصة وكده، فيمشي يشتري، وممكن يشتري بس بطريقة ما قانونية، بالتالي يقع في احتيال ويقع في نصبه. طيب، إذا افترضنا إنه أنا الآن داري أشتري لي قطعة أرض حيازة، شنو الخطوات الآن المفترض أتبعها عشان أكون في السليم؟
طيب هي الحيازة أول حاجة تعملها تتأكد من إنه في أرض ذاتها، يعني تمشي تزور على الطبيعة مع الشخص اللي أنت عايز تشتري منه، أو سمعت إنه في المنطقة الفلانية في حيازات، تطمئن للمسألة دي في إنه تمشي على الطبيعة، تعايل للأرض دي، تتأكد إنه في أرض وإنه الشخص ده هو مالك، يعني ممكن عادي تسأل في الحي وتعرف المسألة دي. الشيء الثاني، لازم الشخص البايع ده أنت تكون حريص جدا، ما هو حيبيع ده حقه وحيبيع عشان تجيه منفعة، صحيح، وإنت عايز برضو تجيك منفعة من الأرض دي، فتحرص جدا إنه تطلب منه شهادة حيازة بغرض البيع. دي بتصدر من وين؟ بتصدر من اللجنة الشعبية، أو بتصدر من الوحدة الإدارية الواقعة في دائرة اختصاص الأرض. بعد ما تطلع الشهادة، وقبل كده، قبل ما كانت المسألة بتاعت إنه في شهادة بتاعت حيازة، كانت في الثمانينات بيقوم اللجنة الشعبية أو العمدة أو بيعمل شنو، بيقوم عشان ما كان في تغنين، بيقوم يطلع الشهادة مثلا الجار يحد من الجار، ده التحديد. نعم. تحديد الأرض، تحديد الأرض. يعني الجهة الشمالية جاره انتصار عبد الماجد، الجهة الغربية شيبة الحمد عبد الرحمن، الجهة كده، الأربع جهات دي أو ثلاثة جهات حسب طبعا موقع القطعة، يحددوا بالجيران بالأسماء عشان بعدين لما يحصل نزاع، يعني الزول يلقى يعني الجار اللي يشهد له في إنه أنا فعلا الزول ده جاري وكده من فترة محددة. هسه أصبح إنه في لجان بدلا عن المسألة بتاعت التحديد دي، عملوا كروت، الكروت دي بقى عندها رقم محدد للأرض. واللجنة الشعبية، أنت لما تمشي اللجنة الشعبية أو تمشي الوحدة الإدارية، الوحدة الإدارية بتديك الشهادة، مثلا الحايز شيبة الحمد عبد الرحمن للقطعة دي كده مساحتها كده ورغمها كده، هو بيشيل الشهادة بتاعت البحث دي، ويجي هو والمشتري والبايع ومعاهم شهودهم، يجوا لأقرب محامي أو أقرب دائرة إبرام عقود اللي هي في محكمة، يعملوا العقد بتاع المبايعة وما يقف على كده، لازم يشيل العقد ده نفسه ويرجع وين؟ للوحدة الإدارية اطلع منها الشهادة نفسها، أو للجنة الشعبية. ده مربوط بزمن معين؟ لا، الشهادة دي لا تتجاوز الأسبوع، زي شهادة البحث، زي شهادة البحث يعني. ودي ذاتها اتعملت عشان برضو تخفف من مسائل الاحتيال ومسائل يعني. طيب هل شهادة الحيازة دي ممكن يكون فيها أغراض تانية غير البيع، أو موانع للبيع برضو؟ هي ممكن في وقت معين تكون في يعني مثلا تنظيم الغرى أو التنمية الحضرية، تكون في جهة محددة موقف البيع في منطقة محددة، يكون عندها مثلا تخطيط أو عند أي مسائل إدارية في المنطقة دي عايزة تبقى، فبتمنع البيع، فأنت تحرص إنه يطلع الشهادة بغرض البيع. ليه؟ عشان بيكون في الشهادة دي مرات بيكتبوا لك إنها غير صالحة للبيع، الشهادة دي غير صالحة للبيع، فلما أنت تحرص إنه يطلع الشهادة بتتأكد من دي، يعني هي دي هنا باعتبارها هي مانع من موانع المسجلة، لأنه هناك في شهادة البحث بتطلع الشهادة بيقول لك إنها تحت، إنها خالية من موانع المسجلة، يعني لا فيها حجز، لا فيها رهن، لا فيها أي تصرف ممكن يمنع من إنه تنتقل لك الملكية. الحيازات ممكن ترهن؟ الحيازات ممكن ترهن إذا هي مقننة، يعني بالطريقة الهسع قلنا دي، تكون هي بعد ما أنت تخلص من العقد ترجع للوحدة الإدارية أو اللجنة الشعبية. اللجنة الشعبية عندها دفاتر بتحدد فيها ده المشتري وده البايع تنزيل لك، يعني بدلا عن السجل في تسجيلات الأراضي بالنسبة للأراضي المسجلة، هنا بيكون دفاتر لحد ما بعدين يتفتح سجل وتتغنن ويكون عندها، هنا بيكون المشتري ده الجديد ده بيسجل في الدفاتر دي عشان هو بعدين لما يتفتح السجل
هو يكون هو اللي عنده الأولوية يسجل. طيب المخاطر شنو لو الزول ما مشى سجل؟ المخاطر شنو عليه؟ المخاطر ما ممكن يكون لا زال الشخص المشتري هو لا زال هنا عندهم قاعد باسمه، بالتالي لما يجي تغنين للأرض أو ترفيع تطلع باسمه هو، أنت تكون أوريدي يعني مشتري منه وشايل ورقك، بعد ذلك تمشي تبقى في إثبات بيع وتفاصيل كثيرة، يعني دعوة بتاعت إثبات بيع عشان تثبت في أنه أنت اشتريت منه، فأنت أحرص جدا في أنه تسجل. وهي ما يعني التسجيل ما صعب وسهل جدا، ورسومه زادة بسيطة، يعني تدفع رسوم بتسجل لك، وبعد ما يسجل كمان ممكن تطلع لك شهادة بغرض التأكد من اللجنة الشعبية نفسها أو من الوحدة الإدارية في أنه أنت أصبحت الحائز للأرض دي بدلا عن الشخص الحائز الأول. طيب في مشاكل ما بين الناس دائما بتحصل بسبب الحيازات، شنو القضايا اللي ممكن تكون واجهتك انتصار أو سمعت بها في مجال القانوني وملفت الانتباه، يعني خصوصا فيما يتعلق بالحيازات؟ والله طبعا دائما الحيازات المشاكل اللي بتكون فيها ممكن تكون يعني الشخص باع لأكثر من حائز، يعني تلقاه هو باع لشيبة وباع لانتصار وباع لشخص ثاني. عشان كده هسه بقت لازم تطلع شهادة بغرض البيع. إذا حصل الكلام ده المنازعة دي بيتم حلها كيف؟ بيتم حلها في المحاكم يعني. لا الطريقة يعني عادة هل البايع الأول هو صاحب الحق اللي قام سجل مثلا، أو الشخص اللي اشترى ثاني، ولا الحكاية لا علاقة به؟ ما هي بعد ذلك بتبقى مسألة بتاعت إثبات منو اللي اشترى أول منو اللي بعدين. غير كده أنت ذات عشان بعد ما تشتري عشان أنت تحمي حيازتك دي لازم تكون أنت قاعد في الحيازة. ما أنا خلاص اشتريت ده ورقي إنه أنا حايز على القطعة دي، لكن في حماية أنا عشان أعملها والقطعة دي أطمئن تماما إنها هي ما يحصل لها أي تعدي، ما يحصل لها أي نزع، ما يحصل لها أي شيء، أكون أنا قاعد فيها أعمل أو أسويرها وأعمل فيها باب وأكتب يافطة مثلا إنه دي تخص فلان الفلان، تسويرها تسكن فيها، دي الوحدة من حياة الحماية. إذا في أي دفع يعني أنت تم دفع رسوم تدفعه باسمك أنت ما باسم الحائز الأول اللي هو البايع، يعني أنت تمشي تحول الملكية في الوحدة الإدارية كويس. إذا في مثلا هي دخلتها خدمات تدفع الخدمات باسمك، إذا موية إذا كهرباء إذا عوائد، عشان بعدين هي دي حتثبت لك أنه أنت المالك، المالك أو الحائز الحيازة. نعم. طيب أستاذ انتصار، في زمان كان شكل مختلف عن الحاجة دي، يعني بيحددوا بالجار وبيحددوا بالحدود تاع الأرضية ومساحتها من خلال الجيران. الآن اختلف الوضع وبتجي بعد ذاك مسألة التحسين للحيازات، كما هو معلوم أنه بعد ذاك تبقى مخططات سكنية وأحياء عشان يكون في تحسين وخدمات وشوارع وخدمات عموما تخش في الحياة. الحيازة إلى أي مدى يمكن تكون يعني تتضرر من خلال وجود تنظيم لها؟ يعني الزول إذا كان مساحته كبيرة التعويضات اللي بديه شنو؟ أيوة هي طبعا ممكن أنت في الحيازات دي تكون عندك 1000 متر. أيوة. بعدين الناس مرات بيحتالوا كده إنه بعدين لما يجي في التخطيط يقوم يقول أنا 1000 متر دي، يقوم هو يبيع لأمه 400 متر. أيوة. يعني كده يسجلها بأسماء عشان يقول إحنا مثلا أسرة كبيرة نحن حزنا 1000 متر دي أو 2000 متر عشان إحنا أسرة كبيرة، فبعد ذلك بتتحدد له برضه بشيله، يعني لازم يشيله في التخطيط منه لأنه بيكون في يعني في طرق عايزة تكون، في منتزهات، في مدارس، لأن هي طبعا أنت بتجي بتقعد في منطقة من غير يعني ممكن تقعد في نص الأرض، يعني في منتصف أو في يعني في الأطراف في كده، فما بتكون أنت عارف إنه هنا ممكن تجي شنو، أو يكون هيدي محل مثلا مجرى بتاع سيل، مجرى بتاع، أنت ما بتكون عارف، بتقعد عشوائي. لما يجي التخطيط بخطط حسب الخطة الموضوعة، الموضوع أو الخرطة اللي خدتها وزارة التخطيط أو طيب التنمية. إذا نحن قلنا الآن نوجه نصايح لكل شخص يرغب في إنه
يكون عنده قطعه ارض حيازه يعني، خصوصا انه في ناس بيحلموا كتار يعني زي ما قلت قبيل انه الزول يعني يعمل له قطعه واطه كده ويبنيها. فشنو نصايح الزول المفترض يكون عنده دليل كده، دليل اجراءات يعني مثلا اذا قلنا كده؟ هسه طبعا في بقت في مكاتب عقاريه يعني عندهم يعني ملمين بالمنطقه وممكن يكون عندهم خرطه او عندهم حاجه توضح انه المنطقه دي يعني فلان هو المالك، علان هو المالك، ممكن الناس يستعينوا بهم. غير كده الزول يعمل الاجراء القانوني اللي قلناك بيل، انه يحرص انه يعمل اجراءه بطريقه قانونيه سليمه جدا. هي الحيازه ما كعبه اصلا، انا ما يعني ما برفض لانه زول يشتري حيازه، لان يوم ما حتصبح مغننه وتصبح بشهاده بحث وتصبح مخططه، لكن يعملها بالطريقه القانونيه، يعني يستخرج شهاده بحث، يعمل اجراء موثق في محامي او في يعني محكمه، ويكون حريص على حقه. وانت بتدفع قروش لازم تحرص انه ما تكون تمشي لك يعني هباء منثورا. طيب رشا الان بتقول لي يعني اذا كان في قضيه غريبه مرت بكم في مسائل الحيازه دي شنو؟ والله القضايا طبعا في الحيازات كثيره، هي دائما هو باعوا ولا يباع فلان يعني عاده يا هو الاكثر من شخصي او 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 تعدي يعني زول يكون هو حايز على على الارض، يجي يتفاجئ بانه في زول جاي يتعدى وبنى وقعد. طيب في يعني في ممكن يبني. في سؤال كده برضه مهم، اذا انا اشتريت لي بتعترض حيازه 1000 متر وعملت كل الاجراءات دي وحولتها باسمي في اللجنه الشعبيه والوحده الاداريه وسجلت ودفعت رسوم، عملت كل الحاجات دي. نعم. وقلت كده اسافر وشات الاقدار انه انا اقعد زي 10 سنوات او اكثر يعني. هل انا اذا رجعت في يوم من الايام حاكون انا المالك فعلا ولا يمكن تحصل مستجدات بحكم متغيرات؟ هي طبعا انت المالك بموجب المستندات بتاعتك دي كلها. هاي. او انت الحائز. لكن زي ما قلت لك انه قد يحصل تعدي، يعني انت لما تكون في حيازه هاد او زول قاعد في المحل باني وقاعد او مقاعد له زول من اسرته او مثلا بانيها مقفله كويس ومفاتيحه في يده وكده. طيب ما هي المساله برضه متعلقه بانه انا المالك وانا دفعت القروش واشتريتها وعندي الاوراق، وبولاي في زول جاء سكن وانا ما عارف قاعد الفترة دي كلها وحصل تحسين وطلع باسمه، ما كيف؟ ما هو طلع باسمه دي الا هو يكون عنده ورق. أي. يعني هو ما بتطلع باسمه الا يكون هو اصلا يعني يحتال عمل اجراء او زور في ورق. أي. اصبحت هي باسمه. لكن انت بالورق اللي عندك ده وهنا قلنا مسجله في الوحده الاداريه باسمك. لكن هو ممكن يجي يتعدى مثلا يبني ويعمل له ورق او يزور او كده انها دي حقته. أي. لحد ما انت تثبت العكس انه هي حقتك بمستنداتك دي، وانه انت دافع المويه ودافع العوائد ودافع التفاصيل دي كلها، وفي شهود من جيرانك بياكدوا المساله دي انه شيء بدا هو الاول زول اشترى في المنطقه دي وعمل ودي بناه وكده. بعد ذاك اذا هو طبعا حتى بنى ولا تعدى يعوضك، ممكن برفع دعوة تتعوض. عادة القضايا دي بتاخذ كم سنة؟ والله يعني حسب الإجراءات. طيب إذا قلنا نحن ده كله يتعلق بالسكن، قلنا قبيل في الحيازة الأراضي الزراعية والمراعي والأراضي الخاصة بالاحتطاب برضو، كيف هل بنطبق على نفس نفس الإجراءات؟ نفس الإجراءات الزول برضو بيستخرج في القرى. طيب إذا الأرض الزراعية هل بيكون برضو تابع على نفس لجنة شعبية وحدة إدارية ولا هي كلها ولا تابع على جهة؟ هسي ما في التنمية الحضرية هاي. ودي هي أصبحت هي وتنظيم القرى، يعني هي كل التصرفات دي فيها، لكن بتكون شنو بتسهل عليهم بالاجراءات بالوحده الاداريه. من الوحده الاداريه دي مثلا انت في العسيلات في وحده اداريه هي اللي بتقوم بالعمل ده، تدفع الرسوم عندهم، يستخرجوا لك الشهاده عندهم. وقد ما تكون في وحده اداريه في المحل يكون في لجنه شعبيه هي برضه بتقوم بنفس الاجراء اللي بتقوم به الوحده الاداريه. نعم. انتصار، وصلنا الى ختام الفقره دي، انا شاكر لك كثير وربنا يديك الصحه والعافيه، وحنتلاقى ثاني وحنتكلم في بعض ان شاء الله الحاجات المتعلقة بخدمة الناس في القوانين برضو، مهمة شديد حفظ الحقوق.
ايوه كتر خيرك كثير، شكرا لك. شكرا لكم، وانا سعيده جدا بالاطلاله عبر قناه الشروق، وكل عام وانتم بخير. وانا بحيي كل التيم العامل، وبحيي كل الاهل وكل الاصدقاء كل القانونيين يعني، وان شاء الله دائما الناس يعني يحرصوا في انه يكونوا هم اداه للمعرفه. يديك العافيه، كثر خيرك. شكرا لكم كثير. اذا مشاهدينا بعد قليل سنعود بفقرتنا الثانيه، اما الان فنستمع الى كوره الاحفاد. ابقوا معنا. بدنا نبني كبرنا، اقسمنا لازم نبني، صممنا وحب جسمنا، ارواحنا والملفني. بدنا نبني كبرنا، اقسمنا لازم نبني، صممنا وحب جسمنا، ارواحنا والملفني. يا بلدنا مسوى ولادنا، يا بلدنا فيك امجادنا، يا بلدنا نفخر بيه، صممنا لازم نبني، بايدينا لازم نبني، بايدينا 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 بايدينا. طبقنا حبك متجول في حبك، وحدنا الغاية شمرنا والله يهوينا، قامتنا تعلو هالراية. طبقنا حبك متجول في حبك، وحدنا الغاية شمرنا والله يهوينا، قامتنا تعلو هالراية. ميت في ايد يا بلدنا، ارمي بعيد يا بلدنا، اصبح عيد يا بلدنا، يوم نرضي. صممنا لازم نبني، بايدينا لازم نبني، بايدينا 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 نبنيك معاني ومدارس، نبني الاخلاق ونعلم فيها ونجاهد، مش عنا يضوي الافاق. بايدينا نبنيك معاني ومدارس، نعلم فيها ونجاهد، مش عنا يضوي الآفاق. ارفع غدري يا بلدنا، اشرح صدري يا بلدنا، اشرق فجري يا بلدنا، في الوادي صممنا لازم نبني، بايدينا لازم نبني، بايدينا 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 بايدينا. تعرفنا نستخدم فاسنا، خيراتك تكسر منها، في حقولنا يعمل محرسنا، نستبدل عطمور الجنة. تعرفنا نستخدم فاسنا، خيراتك تكسر منها، من غفاري يا بلدنا، من مزهاري يا بلدنا، عشت خياري يا بلدنا، في وادي صممنا لازم نبني، بايدينا 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 بايدينا. بدموعنا المتحدة الوعية، أرجائك نبنيها صنع، بجهودنا الموصولة السعية، الدنيا نملاها وضع. بدموعنا المتحدة الوعية، أرجائك نبنيها صنع، بجهودنا الموصولة السعية.